নয় বছয়স্তিনা হো সেম উষা ও হেঙ্গো ও খগো তিনা গো এক মেসমি খেন রো নানো মিয়া ফিচি সে তাফে ও আবে রোজ এরি গো এফনু তি সুতেম এ বাফিয়া ابن هاروي هاريت يم فريتم بيتو لونيس في طف ارنو في ايروك اكشن هي تريغو اكان نو في نانيفول هاريت يم فريتن تي بورني في تاكسو تي امو سيفول Aktogos akno hemem mosje asranak embe kemthu Haritiem fritim bisoni fi etaf ashen satik owenam af er homologin emmok empairiti efugo emmos Jariba mevi o betchois ariba mevi o benuti أريبا مفي وبور وأكشن إخنتك متقورو باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إحنا لسه مستمرين في حلقات الصوم الكبير. مش قادر أعدي من غير ما أتكلم على الزوكسولوجية اللي حضراتكم سمعتوها. زوكسولوجية كلماتها معبرة جدا. اسمعوا كده معايا الكلمات اللي بتتقال فيها. بتتقال فيها إن أثامي علت فوق رأسي وثقلت علي، يا الله اسمع تنهدي واطرحها عني. اذكرني يا رب، اذكرني يا إلهي، اذكرني يا ملكي متى جئت في ملكوتك. اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وانقذها ونجيها لأنها أرضتك أمامك. أنا أيضاً الخاطي يا يسوع المسيح إلهي وملك الحقيقي، تحنن علي واجعلني كأحد هؤلاء. زوكسولوجية معبرة جداً جداً جداً، فيها واحد بيقدم لربنا عربون محبته ويقف قدامه ويقول له أنا خاطي وما قدرتش أكون إنسان ملتزم ومطيع، يا رب انظر ليا زي الزانية وخلص نفسي وبعترف بأسامي إن هي فوق راسي وثقلت جدا عليا. نستمر في حلقات الصوم، والمرة دي أنا حابب أتكلم معاكم في موضوع يخص ترتيب القراءات والخريطة اللي الكنيسة حطتها لنا. الكنيسة عملت خريطة في منتهى الروعة، بتاخد الإنسان خطوة بخطوة لحد ما توصل بيه قدام درب الصليب. أول خطوة الكنيسة بتحطها قدام عينينا وبترجعنا ليها هي خطوة إن أنا لازم أركز على قلبي، ولذلك أول جزء أنا محتاج أفكر فيه هو إن أنا في الصوم محتاج ثلاث حاجات مساعدة تساعدني على الصوم الحقيقي. أول فكرة هي فكرة صوم الجسد عن الأكل والشرب، وده بيساعدني زي ما قلت إن أنا أرتفع عن جسدي، أبتدي أركز في روحي. والسلاح الثاني هو سلاح الصلاة. الصلاة هي من أقوى الأسلحة اللي تقدر ترفعني عن حالة الأرض، تخليني أتفرس في جمال ربنا يسوع المسيح. السلاح الثالث هو سلاح الصدقة. في الصوم إحنا بنتنازل كتير جدا عن أكلنا وعن شربنا وعن رفاهيتنا، فبيبقى فايض من المال اللي عندي. الكنيسة قصدت في خلال الصوم تقول لي لازم يكون عندك صدقة، لازم يكون في جزء من مالك بتشارك بيه إخواتك عشان يحصل بينك وبين إخواتك وحدانية الجسد. لذلك الكنيسة حطت قدامي الثلاث أسلحة المهمين دول: الصوم والصلاة والصدقة. بعد كده الكنيسة بتأكد شيء في غاية الخطورة، إن العالم وضع في الشرير. ربنا يسوع المسيح في يوحنا 17 يطلب من الآب، يقول له
لست أطلب أن تأخذهم من هذا العالم بل أن تحفظهم من الشرير. العالم لأنه محطوط في الشر فأنا محتاج أن أنا أكون حريص جداً وأكون بشتغل بكل طاقتي عشان أهرب من شر العالم، وده أكتر حاجة تخليني منتبه جداً في احتياجي بالصوم والصلاة والصدقة. العالم في الشر، ودي الطريقة اللي ربنا حطها عشان أخلص من العالم اللي مليان شر. بعد كده ألاقي نفسي واقف قدام ترتيب عجيب الكنيسة بتحطه. الترتيب العجيب ده ترتيب أبائي، الكنيسة راعت فيه التدرج. تاخدنا أول خطوة في أول أسبوع، الكنيسة بتقدم لنا نموذج من القراءات قوي جداً عن أحد الكنوز. أحد الكنوز هو الأسبوع الأول في صيام كنيستنا. الكنيسة في أحد الكنوز بتقول لنا فيه كنزك موجود فين؟ لو كنزك على الأرض يبقى قلبك مرتبط بالأرض، لو كنزك في السماء طبيعي جداً ذهنك وعواطفك ومشاعرك هترتبط بالسماء. ولذلك حاول يكون كنزك في السماء. يجي السؤال المهم، إزاي يكون كنزي في السماء؟ ربنا يرد علينا يقول إن كنزك اللي موجود في السماء يكون بالصدقة، بإنك تعطي لكل إنسان محتاج، وكل جنيه أو كل عملة أقل حتى من الجنيه هتدفع لإخوات يسوع هي بتعمل رصيد في السماء، لا بيصدي ولا بيفسد ولا بيسوس. هو ده الكنز الحقيقي اللي ربنا بيحاول يخلي عينينا تتركز عليه. بولس الرسول بيعلمنا في رسالة روميا لما كان رايح يودي احتياجات لشعب أورشليم كان بيتكلم على إنهم القديسين. ده اللي احنا محتاجين نتعلمه في أحد الكنوز، إن احنا عطايانا مش بنديها لناس محتاجة، ده أنا اللي محتاج أخد منهم، وهو ده الإحساس اللي يكون جوايا. الحد الثاني وهو الحد اللي بيتكلم عن حد التجربة، ربنا يسوع المسيح بعد معمودية يوحنا صعد للجبل وابتدى الشيطان يجربه. الشيطان دخل في ثلاث تجارب بيعملهم مع كل إنسان فينا. أول تجربة هي تجربة من جهة الجسد، قول لهذا الحجر أن يتحول إلى خبز. جسدك بيلح عليك بخطية، يحتاج إلى عمل الخطية. ترفعي عن الخطية وعفافي من جهة الخطية هو ده اللي يرفعني. التجربة الثانية هي تجربة الذات. الشيطان يقول لربنا يسوع المسيح اطلع فوق جناح الهيكل ونط والملائكة هتحملك. مشهد دراما، الشيطان بيحاول يحطه قدام ربنا يسوع المسيح. تخيل بقى كده لو انت طاير في الهواء والملائكة تيجي تشيلك، فكل الناس هتصدق حال كل واحد فينا بيتحارب بالذات. ذاتك أحياناً تحاربك، أنت ليك كرامة، أنت ليك مجد، الناس لو شافتك هتعمل وهتسوي، وده حرب شديدة جداً. ده تاني نوع من الحروب الشيطان بيجي يحطها قدام عينينا. الحرب الثالثة هي حرب الممتلكات والقنية. يجي الشيطان يقول ربنا يسوع المسيح اسجد لي وكل ممالك العالم هتكون بتاعتك، لكن ربنا يسوع المسيح يقول له مكتوب. وكلمة مكتوب اللي موجودة هنا دي مهمة جدا. أكتر طريقة أقدر أهزم بيها الشيطان وعمله هو المكتوب، كلام ربنا مش فكري وقدرات البشرية واللي أقدر أعمله واللي ما أقدرش أعمله. كلمة ربنا تقدر تغلب عدو الخير. لازم أركز في حد التجربة على الثلاث أنواع من التجارب وأكون صاحي جدا لحروب عدو الخير. مش هقدر أنتصر غير بتمسكي بكلمة ربنا. نيجي في الحد الثالث نشوف بقى شخصية في منتهى الروعة، شخصية ابن تاه وضل الطريق، مشي وبعد عن حضن أبوه وابتدى بكل الخطايا وكل الأسام يرفض حب أبوه المفتوح، وبعد شوية يبتدي يفوق لنفسه وهو في أرض بعيدة، وحالة البعد هي حالة الانفصال عن الله اللي كل واحد فينا بيروح لها بخطاياه.
بيكون في مكان بعيد جدا عن الله، ولكن بمجرد ما بيقرر ان هو ياخد القرار يرجع لحضن ابوه، يلاقي ابوه يخرج ويستقبله على باب المدينة بحضن مفتوح. رسالة الكنيسة عايزة توصلها لنا: لو انت بعيد اوعى تيأس، واوعى تشك في لحظة ان الله مش هيستقبلك بحضن مفتوح. ولكن في نقطة في منتهى الخطورة، الأخ الكبير، احذر انك تكون في الكنيسة واخد دور الأخ الكبير اللي بيعطل، اللي واقف بيتهم أخوه الصغير بأنه هو بدد ثروته بعيش مصرف. أحيانا لما حد يرجع للكنيسة تايب، ممكن ما ناخدش بالنا أن احنا نكون سبب عثرة وسبب ضيق ليه، ونعطله أنه هو يرجع لحضن ربنا. احذر الكنيسة تقولك في الحد ده أنت ترجع لربنا، وربنا هيكون حضنه مفتوح، وإذا كان أخوك أخطأ لازم يكون حضنك مفتوح، لأن ده هيسهل لي الرجوع لله. الحد الرابع يكلمنا عن إنسانة في حالة احتياج، احتياج لأن هي شايفة إن احتياجها للبشر بيسدد احتياج كبير، ولكن ربنا يسوع المسيح يقول كان لابد أن يمر. أغلب اللي دارسين جغرافيا يكلمونا على أن مرور ربنا يسوع المسيح جغرافياً ما كانش مهم وما كانش لابد. يسوع المسيح كان رايح الجليل، وفي طريقه ما كانش لازم يعدي على السامرة، لكن عشان السامرية بشخصها المسيح قال كان لابد أن يمر، كان لازم يعدي، لأن في شخص هناك محتاج لي، محتاج لمعونة. وده سؤال بيطرح نفسه لكل إنسان فينا: هل أنت بتشعر بمسؤوليتك اتجاه إخواتك في خدمتهم، وإن لابد عليك أنك تخدمهم، ولابد عليك أنك تضحي حتى بمجهودك وتمشي أكتر وتمشي للميل التاني عشان تخدمهم؟ حتى في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة عليك أنك تفكر فيها. السامرية واجهت ربنا يسوع المسيح بطريقة صعبة في بداية كلامها، ولكن مع ربنا يسوع المسيح المعلم القوي جدا اللي علمنا فن الحوار في حواره مع السامرية، وعلمنا ازاي نكسب كل انسان حتى لو كان هذا الانسان ردوده عنيفة، شوية بشوية تبتدي السامرية تتكلم في موضوعات روحية: نسجد هنا ولا نسجد في أورشليم؟ ربنا يسوع المسيح يتعامل مع موضوعها بمنتهى الاهتمام، ويقول لها ان السجود لازم يكون بالروح. دي السامرية دي كانت لسه من شوية جاية ومع واحد مش جوزها، وحالة صعبة جدا، تتكلم في موضوع عقيدي وموضوع روحي مهم زي ده؟ ربنا يسوع المسيح يتدرج بيها لغاية لما ياخدها في هذا الموضوع. قبول: لو لقيت حد جاي وبعيد عن ربنا وجاي بيكلمك في موضوع عقيدي، اوعى تسخر منه، اوعى ترفضه، اوعى ما تتكلمش معاه تقول له روح شوف الاول نفسك وبعد كده تعالى اتكلم في العقيدة. ربنا يسوع المسيح بحواره الرائع قدر يكسب السامرية ويرجعها لحضنه. الحد اللي بعد كده بيكلمنا عن واحد قعد 38 سنة عند البركة مستني الملاك يجي يحرك المية وحد يزقه، احتياجه لحد. الاحتياج لشخص هو كان محور اهتمام المخلع. لما ربنا سأله تطلب ايه، انت محتاج ايه، قال له يا معلم ليس لي احد. هو كل تركيزه على الحد اللي هيكون جنبه. لكم ان تتخيلوا ان شخص بقاله 38 سنة قاعد في هذا المكان، ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يقضي حاجاته، أكيد الوضع كان صعب، محدش يحب يتعامل مع إنسان بالصورة دي، أكيد ملابسه كانت صعبة جدا، وريحته كانت صعبة جدا، وشكله صعب جدا جدا جدا، لكن ربنا يسوع المسيح اتعامل مع هذا الإنسان بمنتهى الحنية، وقال له اوعى ترجع تغلط تاني، وابتدى يشفيه، وقام وقف على رجليه. الدرس اللي كل مؤمن يتعلمه من الحد ده: انت لو قاعد على الارض وحالتك صعبة والخطية بتخلي ريحتنا صعبة جدا جدا جدا، انت محتاج تقوم،
محتاج ترفض الحالة اللي انت فيها، محتاج تقف على رجليك وتتحرك، محتاج تتحرك ناحية ربنا، واوعى ترجع تعيش العيشة الصعبة اللي كان عايشها المخلع. يجي بعد كده الحد السادس يكلمنا عن المولود أعمى، وفي اللغة الدارجة وفي المجتمع بتاعنا يسموه حد التناصير. عايزين نركز على نقطة مهمة، الاستنارة المعمودية هي اللي بتفتح عين المؤمنين. كأن إنسان اتولد وما عندوش بطارية، تتحط جواه بطارية وتفضل الكنيسة تشحن هذه البطارية بأصوام وصلوات واعترافات وإرشاد الأباء، والبطارية تتشحن يوم بعد يوم. الاستنارة اللي خدها المولود أعمى اللي المسيح شهد له إن لهذا أخطأ ولا أبويه، لكن كل اللي اتعمل ده عشان مجد الله، وحياتك محتاجة تمجد الله. نيجي للحد السابع والحد الأخير. الحد السابع بيكلمنا عن حد الشعنين، يسوع المسيح داخل منتصر كملك لأورشليم. الناس بتحط الفرش وتحط سعف النخيل وتحط من أسوابها الغالية تحت رجلين ربنا يسوع المسيح، وده اللي ربنا محتاجه، إنك تقدم قلبك تحت رجلين ربنا. ربنا يجعلنا نستفاد من كل كلمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.